Good morning. صف الديجيتال سيجنال بروسينج او بالاحرى صف السيجنال بروسينج معالج اشارات للميكاترونكس جامعه فيلادلفيا الدكتور طارق توتنجي. المحاضره الماضيه اخذنا كيف بنحول كونتينوس تايم سيجنال باي سامبلينج بناخذها لديسكريت تايم سيجنال. سو خلصنا ذا فيرست بارت اوف ذا كورس اللي هو كان بيسكلي كونتينوس تايم سيجنالز. هلا بدنا نحكي عن ديسكريت تايم سيجنالز. هلا الحلو فيها انه النظريه والثيري اللي اخذناها بال continuous time signals applies to the discrete time signals. There are some differences, بس in general راح نشوف نفس الفكره of convolution, نفس الفكره of exponential functions, sinusoidal functions, time shifting. But what are the differences? Well, the difference in discrete time, عم باخذ samples. So the data is not available all the time. بيزي عندي XT, the data is available at any time I want. لا, I took samples, معناته هلا الداتا is available only at integer variable n. وشغلة تانية راح تكون مختلفة عندنا هون, when I talk about the frequency. راح يصير عندي something called discrete frequency. والبدأ شوية التفكير عشان different than the frequency بنتعامل معها. So, لما نحكي عن periodic signals, امتى السيجنال بتعيد نفسه؟ الديسكريت تايم لازم يكون عندي ديسكريت تايم سيجنال, لازم بيريد تكون عندي از ان انتيجر اكيد. بس هلا عشان عندي سامبلينج صار عندي ريستريكشنز اكثر, انه اي هاف تو تشوز ذا رايت سامبلينج تايم عشان اطلع السيجنال بيريودك. حتى بالاوريجينال سيجنال اكس تي كانت بيريودك, يمكن السامبلد يمكن ما تكونش بيريودك اذا السامبلينج تايم تبعي ما كان صحيح. الماث اوبريشنز بحول من كونتينيوس لديسكريت, معناته بدل انتجرز راح يصير عندي سميشنز, اوكي, بدل تكامل راح يصير عندي جمع, بدل ديريفيتيفز راح يصير عندي فاينايت ديفرنسز ايكويشن, بدل ديريفيتيفز عندي ديفرنسز, بدل ديفرنشال ايكويشنز راح يصير عندي سمثين كولد ديفرنس ايكويشن. والديفرنس ايكويشن كثير مهمين لما اعمل الجوريثمز فلتر الجوريثمز واصير تو بروسس ذا سيجنال و how to do the convolution وكيف تعمل correlation and so on. Very important topic. راح ناخذه later on in this course. So, نعرف انه عندي discrete time signal من المحاضرة الماضية, عندي signal XT ورحت اخذ sample at TS والN is the integer, sample 1, sample 2, sample 3 and so on. فبصير عندي XNTS وراح نسميه XN, bracket XN. N is an integer. So, لاحظ X only depends on the integer N. Once I know what the TS is, the sample time تبعي, معناته sample signal فقط إلى one variable هو n. وهذا كله مشروح بالprevious lecture لما حكينا عن sampling وquantization. So, بس I have to make sure إنه sampling time تبعي meets the Nyquist sampling criteria أو the Shannon theorem اللي حكينا عنها المحاضرة الماضية, اللي هي نرجع هون إنه sampling frequency لازم يكون أكبر يساوي 2 times the maximum frequency موجودة بتدخل على السيستم. So, let's take a look at this one. خلينا ناخذ simple example cosine. So, عندي xt يساوي 3 cosine 2 pi t plus pi 4. Okay, so let's look at this. This continues. طبعا, theoretically بحكي continuous minus time minus infinity to infinity. And many books deal with this. احنا المهم عندنا t from 0 on forward. Okay, مش عم ناخذ ال negative. Mathematically, it's okay to take the negative. بس in real life, and I start the sampling from now, and I go to forward. So, signal high, cosine signal, فيها amplitude 3, ممتاز. 2 pi t, لاحظوا في عندك 2 pi t, وأنا بعرف الفورم مفروض يكون 2 pi f t. معناته الf لفريكونسي واحد. معناته this signal has a frequency of 1 hertz. 1 hertz, معناته السامبل, معناته البيريد تبعتها, 1 على 1 هرتز 1. So this signal has a period of 1 second. So, طبعا باي 4 هي phase shift. This has a period of 1 second. بدي اختار السامبلينج تايم المناسبة عشان to meet the Nyquist sampling criteria عشان ما يصير عندي مشاكل aliasing. So, انا بعرف انه السامبلينج فريكونسي fs لازم يكون اكبر يساوي 2 f max. Well, in this case,
عندي one signal فالf max هي نفسها ما عنديش more than one signal. السامبلينج تايم لازم يكون اقل يساوي 0.5 تي من، وانا هلا حكيت انه تي من هي البيريد تبع السيجنال هاي هي 1 سكند، معناته بدي السامبلينج تايم تبعي يكون 0.5. سو السامبلينج تايم از 0.5 سكند، وهذا بس اخذ ال 2 باي هي ال 2 باي يعني. اوكي سو 0.5 معناته اكس ان 3 كوس 2 باي تي بلس باي 4 بقيمها تي لما تي بيساوي 0.5 ان، فبحط بدل تي هون بحط 0.5 ان، فالتنين تضرب 0.5 بصف عندك اكس ان 3 كوساين باي ان زائد باي 4. خلينا نشوف ماتلاب. Let's take a look at this signal. انا راح ارسم هلا what we're gonna do in ماتلاب. We're gonna draw signal ال continuous with discrete time. So this is a continuous signal تي بيساوي 0.05 لاثنين. Okay, let's put it on in MATLAB. And already عندي اياه هون. Right. Okay. Copy. CLC. وهي انا اعمل paste. There it is. And then I can click, take a look at it. Oh, there it is. There's my sinusoid. Okay. لاحظ. انا الماتلاب شو عملت هون؟ عارف انه this signal is period 1 second. انا خليت تنرسم من 0 ل 2 معناته بدي اخذ 2 periods. ولاحظ هون في عندي 2 periods. هاي 2 periods. I do have 2 periods. هاي اول period وهاي الثانية عادة نفسها. It has 2 cycles. هلا اخذت ال step in between 0.05 عشان يكون عندي good resolution وانا سيد. ورسمتها 3 cosine 2 pi زائد pi t and so on. هاي this is the continuous. اوكي. Okay. وعندي اياها هون. There it is. Now بدنا نعمل الديسكريت تايم. سو بروح باخذ 3 كوساين باي ضرب ان اللي هي طلعناها right here. 3 كوساين باي ان زائد باي 4. سو عندنا يا هون راح استخدم كمان اسمه ستيم او ستيم ان اكس بدل البلوت عشان تفرجيني البلسز. سو راح ناخذ هاي برضه انا عندي اياها بماتلاب. اي هاف ات هير. سو ليتس سي ناخذها ان هاي ستيم. هاي n equals 4 وهاي enter and there it is. هاي signal تبعي. Those are the samples. شوف ليش اخترت n equals 4؟ What does all this mean؟ لاحظ 0 ل 4. اوكي هلا عندي شوف اخذ 1 2 لاحظ من كل period ما اخذت تنتين، واحد تنين بعدين بتعيد نفسها، واحد تنين سو سبيريت تبعتي هون تنين. اوكي؟ سو ماخذ هاي البلس من هون هاي بعدين هون واحد هون اكشلي ات 0.5 عشان السامبل تبع 0.5. سو اول وحده اخذتها زيرو سامبل تاخذ 0.5 0.5 بتيجي هون تقريبا هون 0.5 اللي هي بعدين بتيجي على الواحد الواحد اللي هي اعطت 2. Now what happens is لما بزيد sampling frequency أو بل sampling time راح أخذ samples أكثر. So we're gonna change the بدل ما sampling time تبعي يكون 0.5 راح أعمله 0.05. There it is. So ضربتها 0.1. هلا ندخلهم ل 40 عشان تشوفوا كلهم. There it is. سي الفرق. لهون كل 20 راح تعيد نفسها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كل 20 سيجنال عم تعيد نفسها. هون كل تنين كانت تعيد نفسها. هون كل 20 تعيد نفسها. سو عندك البيريد. اوكي بيريد تغيرت. البيريد تبع الاوريجن سيجنال ما تغير. البيريد تبع الاوريجن سيجنال كانت زي ما هي 1 سكند. البيريد تبع الديسكريت سيجنال تتغير حسب السامبلينج تايم اللي انا بستخدمه. هون كان سمول سامبلينج تايم هون سوري كان هون 0.5 هون 0.05 فاخذت مور سامبلز. نطلع على discrete numbers in general حتى لو ما فيش فيها sampling و very famous number هو Fibonacci sequence numbering. لاحظ النمبرينج شو بعمل recursive xn يساوي xn minus 1 plus xn minus 2. So it's recursive والقصدي استخدمه هون كوزن نطلع على recursive equations. هاي بتحكي لك انه الرقم كل رقم
راح يكون مجموع الرقمين اللي قبلهم and so on. يعني إذا بلشت بX 0 1 الX 2 راح تكون 0 زائد 1 بطلع عندي 1. هلأ X 3 هي X 2 زائد X 1 فصفي عندي 2 زائد 1 بطلع عندي 3. سوري X 3 X 1 زائد X 2 صار 2. X 4 X 3 زائد X 2 فبجمع 1 زائد 2 X 4 1 زائد 3 X 5 X 5 بتأخذ X 4 زائد X 3 ف 2 زائد 3 بطلع عندي 5 and so on. هلأ اخترنا هذا أو الكتاب اختار هذا النمبر عشان برضو نعرف شغلتين. أول شيء يمكن يكون عندي discrete time numbers أو integer numbers بدون sampling. الفيبوناتشي numbers بيش sampled from somewhere, they're just integers. برضو عشان نحط كود صغير يطلعهم نستخدمهم في for loop. شوف الكود n بيساوي 20 x1 0 و x2 1. MATLAB ما باخد x0, ما بقدر اعطيه x0 MATLAB. الاراي بماتلاب ببلش من 1 بينما الاراي بالبايثون والسي ببلش من 0. سو راح نعمل له شيء بسيط, حكيت x1 و x2, x2 بيساوي 1. اوكي هلا بعمل loop for n من 3 ل n maximum 30 xn بيساوي xn minus n plus xn minus 2 end, اللي هي الاكويجن بيسكلي. هات حطنا وهون بعمل له plot. I wanted to plot أول 8, حكيت n من 1 ل 8 plot xn x1 8, وهي x1 8 معناته عم باخد الاكسز أول 8 elements بالاكسز. خلينا نشوفه بماتلاب. أظن أنا عندي إياه هون. There it is. أوكي هاي n بساوي 30. أوكي بأخذ هاي, بدي أخذ هاي, أخذ هاي وهاي. Let's take this أول شيء. And ها شو طلع عندي؟ طلع عندي x. So عملت vector x في 20 element. أوكي. So x في 20 element. لاحظ هاي 10 to the plus 10. الرقم صار كتير كبير. إذا بدي أخذ بس أول 8 وهذا ماتلاب x1 colon 8 هاي those are the اول 8 1 1 2 3 انصر نعملهم plot. اوكي نعملهم plot, draw them. I'm gonna draw them from هنا عندي الكوماند, there it is plot. اوكي هيا grid رسمت أول 8 and then they are safe. 0 1 1 2 3 and so on. So those are the fibonacci numbers. So بس some skills هيك بسيطة بماتلاب so that you can learn how to plot وكيف تعمل for loop وكيف تعمل مع الفكتر وال تأخذ الالمنتس جوا الفكتر. So هاي الرسمة طلعت معنا. Okay good, let's move on. نحكي عن periods. What are periodic signals? قبل شوي حكينا عن periods. ال period بالcontinuous time بتبين معناها هي امتى بتعيد نفسها. It's continuous, so if it's cosine واضح هي ال period تبعت ال cosine. طبعا ال periodic signals بالdiscrete time لاحظنا انه يمكن تختلف حسب ال sampling time as well. It's gonna be ال period رح يكون integer number. خلينا نشوف تعريف discrete time signal xn is periodic. امتى بتكون periodic؟ امتى بتعيد نفسها؟ لما يكون xn زائد kn بيساوي xn, معناته البيريود تبعتي n capital n. لما ال xn بتعيد نفسها كل capital n بعد n بعد 2n بعد 3n بعد 4n, معناته it's periodic for an integer k. هون كلهم بتعمل مع integers. إذا بنطلع على sinusoid أو cosine signal, look at this. xn بيساوي a cosine 2 pi m على n n زائد theta. Okay. في عندك many variables on, let's say. M, n. ليش في كتير? What are these? إذا نقرنا مع ال continuous term, كانت a cosine 2 pi f t.
2 باي اف تي زائد الثيتا الفيز شيفت راح يضل نفسه. بس لاحظوا بدل 2 باي اف تي صارت 2 باي ام تقسيم ان على ان، معناته الراديان فريكوانسي عندهم and this is important okay الراديان فريكوانسي هون is 2 باي ام على ان 2 باي ام على ان. خليني اخذ الفل عشان this important point، خليني اكبرها هون عشان نشوفه مع بعض because I think this هاي مهمة وراح تأثر راح تأثر على الشغل اللي قدام يعني. So it's important to look at it again حتى لو أخذنا وقت زيادة it's okay it's worth it. لاحظ 2 باي هاي هاي هي الراديان فريكونسي و it's in radian not in radian per second important it's not per radian per second. عشان original signal كانت هون كان عندي كانت 2 باي f t هيك كانت اصلا. هلا بدال ال t راحت ال t هلا هاي انا بعرف ان this one is radiant per second بعرف ان هاي radiant per second. هلا محل ال t راحت ال t واجت محل ال t n t s ال TS is in seconds فالseconds بتروح مع seconds معناته الفاينل بيطلع عندي فقط radian هون. So this is in radian. M and N are integer. N is the period. Important concepts. Those are important concepts. رح يرجعون بعدين. ناخذ اكزامبل بسيط. خلينا نحكي xn a cosine. هل الايكويشن اللي اخذناها بشوي 2 باي ام على n ضرب n. لاحظ انك 2 n's n الصغيره هي السامبل نمبر n الكبيره هي البيريد وعندي الام هي الk او انتجر. So let's see that this period is n. So تطبيق على القانون هذا xn زائد kn بيساوي xn ولما بتساوي معناته البيريد عندي n الكابيتال n. سطبقنا على السريع أخذنا هاي xn حكينا xn زائد kn so كل اللي عملته محل ال n هون عوض فيها n زائد kn ونفك القوس هاد هاي فك القوس 2 باي m n على n زائد 2 باي mk. لاحظ 2 باي mk لاحظ ال m is an integer the k is an integer معناته 2 باي تأخذ كوسان بتزيد على كوسان 2 باي جواتها ثيتا زائد 2 باي بترجع لك نفس السيجنال again. So زائد anything inside of it إذا حكيت sin أو cos حطيت زاوية وزيد عليها 2 pi أو 4 pi أو 6 pi بترجع لك نفس الفاليو معناته this is معناته this is periodic with period n. نفس اللي حكينا عليه قبل شوي بالنسبة الأوميجا حكينا بتساوي 2 pi m على n وحكينا ركزنا عليها. Discrete time حكينا frequencies omega are in radian not radian per second وthey repeat every 2 pi عشان omega راح تساوي omega زائد 2 pi k so كل 2 pi بيعد نفسهم الomega هاي it's in radian الradian بروح minus pi لpi okay أو من صفر ل 2 pi anyway you want it omega بتروح it's radian radian actually زاوية بتلف من صفر ل 2 pi أو من minus pi لpi نفسي. فمعناته هلا او هاي برضو important concept لما نحكي عن discrete time signals اوميجا بطلت radian per second بطل الرقم بقدر يروح لرقم كبير 1400 radian per second whatever it does. لا انا دائما محصور بين 0 و 2 pi او minus pi و pi this is what is called discrete frequency. تلاحظ الاوميجا الاصليه الانالوج بسميها بالكتابه بسميها الكابيتال اوميجا الاصليه هاي كانت تروح ماينس انفينيتي لانفينيتي او بلاش الماينس من صفر لانفينيتي بت ناو لا انا حصرت 0 ل 2 باي او ماينس باي لباي. هاي اكزامبل بسيط خلينا نشوف كونسيستنت سيجنال عشان نشوف البيريد تبعتها اكس 1 2 كوساين باي ان ماينس باي 3 واكس 2 3 ساين 3 باي 2 زائد باي على 2. هل those signals are periodic؟ عشان يكون signals periodic لازم
W equals 2 pi M على N, والM والN لازم يكونوا integer. عشان تكون periodic لازم أقدر أطلع W بالصغاية 2 pi, أحط 2 pi لحالة ولاقي 2 integers M و N, 2 integers M و N, والN التحتاني هي البيريد. So أول واحدة هاي الأوميجا شو بتساوي؟ الأوميجا بتساوي pi. هل بقدر أحط الباي بيساوي 2 pi رقم ضرب رقم على رقم؟ يس. 2 pi 1 على 2 معناته M بتساوي 2 والبيريد 2 بيريد 2. ورا بقى 3 pi نفسي بدي أخذ 3 pi, بدي أحول 3 pi ل 2 pi رقم تقسيم رقم, وذير إت إز 2 pi على 2 ضرب 3 بطلع عندي 3 pi. معناته ذيس كيس برضه ال M 3 وال N 2 برضه البيريد عندي 2. اوكي another question. نفترض عندي 3 signals. اول signal VN, ثاني signal WN, YN. VN is periodic, WN periodic, YN periodic. واحدة بتعيد حالة كل N1 كل 2 samples, واحدة بتعيد حالة كل 3 samples, واحدة بتعيد حالة كل 4 samples. طب امتى signals كلهم بعدوا نفسهم؟ Is ZN periodic؟ Yes, ZN is periodic. شو البيريود تبع ZN؟ راح تكون العامل المشترك الأصغر بيناتهم. يعني أول واحدة تعيد نفسها كل تنتين, واحد تنين بعدين تعيد حالة واحد تنين تعيد حالة واحد تنين. ال W بتعيدها كل ثلاثة, واحد تنين ثلاثة واحد تنين ثلاثة and so on. Y كل أربعة, واحد تنين ثلاثة أربعة, بتعيد واحد تنين ثلاثة أربعة. معناته كلهم راح ينعادوا بعد شو؟ بعد 12. عام مشترك الأصغر بينهم 12. So this signal yes is periodic, periodic with a period of 12. نحكي عن حكينا عن periodic signal. أوكي نرجع نحكي عن ال finite energy وال finite power اللي أخذناها لما حكينا عن continuous time signals برضو تعريفهم. والأم راح نعرف الانرجي شو الانرجي. summation minus infinity infinity of xn square. Again نعمل square عشان الموجب ما يأكل السالب. أوكي this is the energy of this. Of the signal, the power, where the power. شيء برضو عندك summation. لما كنا بالcontinuous كان هذا integration, كان هذا integration. حولنا integration ل summation, حولنا التكامل لجمع عشان إحنا لأن discrete time. تمام. So the power تعريفها نفس الشيء هون بس minus n ل n على period تبعته. Limit n equals to infinity واحد to n plus one. هو عم بعمل نوع ما averaging بخلي n infinity. تفاصيل كيف الاشتقاق مش مهم عندنا هون, as far as المهم عندنا how to apply it what it means. إذا EX أقل من infinity you call the signal finite energy signal. Finite energy signal. إذا كان الباور أقل من infinity نحكي finite power signal. خلينا نأخذ example. هاي the signal. Is this finite power, finite power energy or what? Well, XM is 2.5 to the power of N. لاحظ, just looking at this, N4, N أكبر يساوي صفر, وهذا 0.5 معناته واضح by time, 0.5 راح تقل عشان كسر برفع على power بزيد بقل, معناته most probably this, yes, looking at it, بحكي لك هذا is going to be finite energy, and therefore, if it's finite energy, it's finite power. Solution. So, عوض تعويض مباشر ماينس انفينيتي لانفينيتي, ولكن انا عندي هون صفر فبنصف الانفينيتي. تربيع هاد القانون, هاي القانون تربيع كله اكس ان تربيع ربعته فتربيع 2 4.5 to the power of 2 ni 2. طلعت ال 2 لبرا صار 0.25 او دخلت لجوا صار 2.5. ليش؟ عشان احطها 0.25 to power n عشان تصير عندي هون geometric series. Okay. يعني هذا زي كأنه عندي 0.52 صار عندك 0.25 ضرب n. هلا this geometric series تراجع geometric series لازم يكون من صفر لانفينيتي r رقم power of n بتساوي 1 على 1 ماينس الرقم هذا 0.25 عندي 4 برا رجعت هون صف عندك 16 على 13 واضح انه هذا اقل من 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 انفينيتي معناته it's a finite energy, finite energy it's a finite power. Actually, the power hole is zero. If you go and calculate the power of zero. الحالة تعمل exercise. تعود هون بطلع عندك الباور بيساوي صفر. Okay. ف
هيك بنكون خلص أول part عشان المحاضرة شوي طويلة فقسمتها ل two part. هلأ بنكمل بالمحاضرة بعدها بنحكي عن ال time shift لل discrete time signals. ويعطيكم العافية و thank you for following or listening to us. خلينا نطفي التسجيل. أوكي شكرا لكم.